معكم خالد أحمد المرزوقي، أخصائي اجتماعي في قسم الخدمة الاجتماعية في المركز الوطني للتعديل. راح أتكلم عن دور الأخصائي الاجتماعي في المركز. يبدأ دور الأخصائي طبعاً من قبل ما يوصل المريض للمركز من خلال الرد على استفسارات الأسر والمرضى عن الخدمات العلاجية المقدمة داخل المركز. بعض الأسر تواجه صعوبة في إقناع المريض بالتقدم العلاج في المركز، والشيء هذا بسبب خوف المريض من تقام عليه الدعوة الجزائية أو موضوع السر. فإحنا نحاول قد ما نقدر أن نحن نطمن الأسرة أن إذا تقدم المريض للعلاج بشكل طوعي ما راح تقام عليه دعوة جزائية، وكذلك أنه راح يتعامل مع الحالة بسرية تامة. وإذا قدرنا نحن نتواصل مع المريض نحاول طمأنته نتواصل معه ونكلمه. بعد ما يوصل المريض للمركز، الأخصائي الاجتماعي هو المسؤول عن الحالة أو مدير الحالة، هو المسؤول عن جميع الاتصالات اللي تتم بين المريض والفريق العلاجي والأسرة والمجتمع. والأخصائي الاجتماعي هم يقوم بتطبيق معايير أخلاقية عالية واحترام عميق لحقوق المريض. يتم استقبال المريض في العيادة الخارجية، يتم مقابلته، يتم شرح سياسات وإجراءات المركز من حقوق وواجبات، وكذلك شرح البرامج العلاجية المقدمة داخل المركز. بعد ذلك يتم تقييم المريض تقييم اجتماعي، محاولة جمع المعلومات عنه وعن التاريخ الإدماني، وهذا الشيء راح يسهم في موضوع الخطة العلاجية. يتم مشاركة طبعاً هاي المعلومات مع الفريق العلاجي اللي راح يشرف على علاجه. يتم أيضاً جمع المعلومات من الأسرة أو التاريخ الإدماني أو التاريخ المرضي للمريض، ويتم أيضاً مشاركتها مع الفريق العلاجي. بعد وضع الخطة العلاجية وإذا تقرر إدخال المريض للقسم الداخلي، يتم الإشراف على المريض في القسم الداخلي، ويتم عمل جلسات فردية للمريض للتعرف على جوانب الضعف والقوة عنده ومحاول مساعدته للوصول لمرحلة التعافي، وكذلك تنسيق جلسات أسرية مع الفريق العلاجي. والهدف من هذا الشيء أنه نحن نحاول قد ما نقدر نساعد المريض أثناء فترة وجوده داخل المركز، وبعد ما يطلع خلق جو أسري مطمئن. إذا كانت في مشاكل أسرية نحاول نحن قد ما نقدر أن نحن نحلها ونساعد الأسرة في حلها. في النهاية المريض بعد ما يخلص من البرامج العلاجية في القسم الداخلي راح يرجع للأسرة. فإذا ما كان في جو مطمئن داخل الأسرة هذا الشيء ما راح يساعد المريض في موضوع التعافي. فنحاول قد ما نقدر نحن نساعد الأسرة في حل المشكلات، وإذا كانت العلاقة متوترة بين المريض والأسرة نحاول نحن نخفف هذا التوتر، وننصح دائما الأسرة بأن تشجع المريض على موضوع العلاج، موضوع التعافي، وتبعد عن موضوع العتب واللوم. نحاول قد ما نقدر نرجع الثقة، ثقة الأسرة بالمريض، لأن هذا الشيء راح يسهم أيضا في موضوع التعافي. هاي الأشياء تتم في القسم الداخلي. بعد ما يطلع المريض يتم متابعته في العيادة الخارجية ومتابعة المواعيد كذلك مع الأسرة ومع المريض، فإن المريض يتابع وما يقطع البرامج العلاجية المقدمة له في العيادة الخارجية، لأن متابعته في العيادة الخارجية راح تسهم بشكل كبير في استمرار موضوع التعافي. نحن ما نوقف طبعاً، تم المتابعة مع الفريق العلاجي ومع الأسرة، يتم التواصل معهم لاطمئنان على المريض من خلال الأسرة، مقابلة المريض في العيادة الخارجية، ونشوف إذا كانت عنده أي صعوبات أو عنده أي مشاكل نحاول قد ما نقدر نساعده لضمان استمرارية التعافي. وإن شاء الله أن نحن يعني قد ما نقدر ما نقصر مع المرضى ومع الأسرة. هدفنا في النهاية مساعدة هذه الفئة للوصول لمرحلة التعافي. نصيحتي للأسر بأنهم يكونون قراب من عيالهم، ومحاولة مساعدتهم في حل مشكلاتهم وتنمية شخصياتهم، على أساس ما تكون الشخصية ضعيفة وأن ما تستغل من رفقاء السوء. أختم حديثي بأن المركز الوطني للتأهيل أبوابه مفتوحة لمساعدة الناس اللي ابتليت بمرض الإدمان، على الرقم المجاني 800-222-522.